عمرك سمعت عن الماتي؟ ده مشروب في أمريكا الجنوبية زي الشاي والقهوة، ولكن بعض الدول في أمريكا الجنوبية تختلف في الشرب. يعني في ناس تشربها بالحليب، في ناس تشربها بمية سخنة، في ناس تشربها بمية باردة، كل دولة تختلف عن بعضها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أحلى ناس في الدنيا؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن الماتي. الماتي أو الماتي كوسيدو أو الجربة ماتي هو عبارة عن مشروب في أمريكا الجنوبية زي القهوة والشاي، ولكن كل بلد بتختلف عن العادات والتقاليد بتاعتها. يعني عندك مثلا في الأرجنتين بيشربوا الماتي مع الماء الساخن والسكر، وعندك في الأوروغواي بيشربوا الماتي مع الحليب، وعندك في دولة الباراغواي بيشربوا الماتي بالماء البارد مع السكر. والماتة في أنواع كتير، في ماتة بالفراولة، في ماتة بالليمون، في ماتة بالبرتقال، في ماتة بالأناناس، وبتيجي عبارة عن أكياس زي الليبتون، وفي أكياس بتكون فرد، يعني في أكياس تبقى ليبتون زي ديت مثلا، دي مرسوم عليها الماتي اهيت، مشروب الماتي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي. دي مشروب الماتي، بيجي فرد كده زي الايه اهو، حبات، لو الكاميرا تجيبها اهو، حبات. دي الماتة الفرد، وبيجي منها انواع تانية زي الليبتون زي الشاي اهو، زي الشاي. فهناك نوعين، نوع الفرد وفي نوع ثالث برضو، بس ده بالليمون، ده بالليمون اهو اهو، لو الكاميرا تجيبه على ايدي برضو اهو، احنا هنعملها مع بعض دلوقتي اهو. ففي انواع كتير من الماتي، في اسمها الجربة ماتي، في الماتي بالليمون، وفي الماتي بالبرتقال او الاناناس، اسمها جيربا ماتي بس باللغة بتاعتهم جيربا ماتي. ده مشروب يا جماعة مهم جدا هنا، زي القهوة والشاي ادمان. وفي ناس بتقول ان الماتي فيها نوع من النيكوتين زي القهوة وزي الدخان، زايد جدا جدا. اصل الماتي من وين؟ اصل الماتي في البرازيل، اكتر دولة استهلاكا للماتي دولة البرازيل. يلا خلينا نصنع الماتة مع بعضنا وندوها. ودلوقتي خلينا نجرب الماتة مع بعضنا. اول حاجة بنجيب العلبة بتاعتهم دي، يعني بيشربوا في الماتة، في انواع كتير، انا عندي في البيت 3 انواع، هنستخدم دي ماشي، ونعبي فيها الماتة بتاعتنا هي. لازم تعبيها اكتر من نص، تكون متعبيه اكتر من نص اهي يا جماعه ماشي. وهنحط فيها السكر، في ناس بتحبها بدون سكر، هنحط فيها اهي، هنحط فيها معلقه سكر او معلقتين زي ما تحب، انا احط معلقتين ماشي. وهنحط العصاية بتاعتهم ديت زي المعلقة كده زي الشفاط ماشي. وهنصب المية الساخن، المية الساخنة انا جبت مية ساخنة، المية الساخنة تكون لغاية الاخر اهي، لغاية الاخر. جميلة يا جماعة المتة، والله انا ما كنتش اعرف حاجة عنها خالص، بس لما جيت امريكا الجنوبية بدأت احبها واشربها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طعم تاني وحاجة تانية خالص، بس سخنة، بتحس ان انت بتشرب قهوة، بتحس ان انت بتشرب سجاير، سبحان الله ما تعرفش. طعم تاني. اللي يعرف حاجة عن الماتي يكتب لنا في التعليقات تحت.
واستنونا في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللي ما يعرفنيش، أنا علاء الدسوقي، مصري عايش في أمريكا الجنوبية. اشتركوا في القناة حلف في العالم.